سانت ليفو، هذا أنا أعتبره زوبعة إعلامية من قبل الإطار، الغاية منها جس نبض الصدريين وجس نبض التشرينيين. فإن كان جس النبض إيجابيا يمضون بهذا، وإن كان غير إيجابي فيرجعون على الدوائر المتعددة. أخي العزيز أستاذ عدي، إحنا ما نتحدث بأن آخر أحكي أتكلم عن نفسي، كل الآراء محترمة، ما نتحدث بأبجديات ونتحدث، إحنا عندنا شعب تعبان، شعب تعب 20 سنة من البأس. ليش احنا بثورة تشرين ليش طلعنا؟ يعني انا المتحدث، من طلعنا بثورة تشرين وتغير القانون وتغير بمباركة السيد السيستاني، الامام السيستاني اللي هو امام المرجعية العليا، اللي هو زعيم الحوزة العالمية في العالم الاسلامي، اللي هو زعيم الشيعة وزعيم هؤلاء الساسة الذين لا زعيم لهم ولا عهد لهم ولا دين لهم ولا مذهب لهم. زين احنا ليش يوميا نطلع لنا سالفة؟ ليش؟ أنت جنابك تقول الصدريين ما من حقه، نعم لو كان القانون هو أرى وأقولها أنا أستاذ كاظم. نعم عفوا أستاذ عدي، القصد الكلام، نعم. قصد الكلام الصدريين، نعم السيد الصدر انسحب بإرادته، انسحب 73 مقعد سحبهن وسلمهن طاهم إياه لهم على طبق من ذهب. احنا هنا ما نجي نرجع يغير للقانون، هاي واحد. واثنين، أكد السيد الصدر بانسحابه إذا نرجع إلى خطبته، قال انتخابات مبكرة.